لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اقرأوا من أول الصف مش مشكلة. تقول عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فالجنة حق والنار حق فأدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث أتبان رضي الله عنه مرفوعا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يقول الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، الحديث يقول مادة إله في اللغة فأملة في معان. قال ابن منظور في لسان العرب: الإله الله عز وجل، وكلما أخذ من دونه معبودا إله عنده مستخلف، كلما أخذ من دونه معبودا إله عنده مستخلف. وقال الزمخشري: الإله فقع على كل معبود بحق أو باطل. طبعا هذا له أدلة كثيرة في القرآن، ممن سماهم الله سبحانه وتعالى آلهة أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وغير ذلك. كل هذا يدل على أن المعنى كان مستعمل في العرب بأن الإله يطلق على المعبود بحق وغير حق. يقول الزمخشري: الإله فقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلبت على المعبود بحق. وهو أيضا يستعمل في معنى الشوق والمحبة والميل كما في لسان العرب، كما هو معلوم من ولها الفصيل إلى أمه أي اشتاق ومال إليها، فهذا كان معلوم عند العرب بمعنى الشوق والميل والمحبة. ويقول ابن القيم رحمه الله في غسل اللهفان: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإنابة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وأله يأله إذا تحير كما في اللسان أيضا، فالإله الذي تحار فيه العقول. وهذه المعاني هي بحق لله سبحانه وتعالى وحده. يعني المثل الأعلى في هذه الأمثلة التي ضربناها في الآلهة بحق والآلهة بباطل كله مصروف لله سبحانه وتعالى، حيث أنه لا معبود بحق إلا هو كما سيأتي تفصيل الكلام. يقول: فهو وحده المعبود، وهو الذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه، ولا طمأنينة لها ولا استقرار إلا إذا توجهت إليه وحده وصرفت أو صرفت الهم إليه وحده، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالله فطر عباده حنفاء أي خلقهم سبحانه وتعالى، فهذا أصل في كل المخلوقات، لأنه يجد ميل وشوق إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر معلوم، حتى أنه لما استدل بعض العلماء على بعض الجهمية في مسائل إثبات العلو لله سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام الذهبي في كتاب العلو، فاستدل عليه بأنه ما من إنسان يريد أن يدعو إلا ويرفع يديه إلى أعلى، يرفع يديه إلى أعلى، فهذه فطرة في الخلق فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فالإنسان إذا غير أو حاد عن فطرته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها فإنه يشقى أعظم الشقاء. لذلك مهما كانت معه من أمور الدنيوية أو الملذات أو الشهوات، وتجده غير مائل من الشرك إلى التوحيد أو من البدعة إلى السنة، فستجده عياذا بالله ضائع، ضائع وتائه، وهذا أمر معلوم. وكذلك كل من يريد أن يميل عن شرع الله سبحانه وتعالى فيضل ويشقى، كما حكم الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه العزيز. الشاهد بأنه لا طمأنينة ولا استقرار للقلب إلا بالميل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: فالله فطر عباده حنفاء أي يميلون إليه ويشتاقون إليه، ولا سعادة له لهذه القلوب إلا بالتوجه إلى من فطرت على محبته والشوق إليه.
وإنما الشقاء في هذا العالم في هذا العالم راجع إلى توجه القلوب إلى غير بارئها وفاطرها. وكذا معنى التحير، فالله سبحانه وتعالى تعجز العقول عن الإحاطة بعلمه، كما جاء في قول تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، أي بصفاته سبحانه وتعالى وبذاته هو. وفي الآية الأخرى ولا يحيطون بشيء من علمه، أي بشيء من معلوماته جل وعلا. فسواء بشيء من معلومات الله سبحانه وتعالى فإن الخلق عاجزون، حيث أنه حكم على كل الخلق وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا. وكذلك من باب أولى معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى ومعرفة ذاته وكنه جل وعلا، هذا مما يعجز الخلق أمامه. فقوله ولا يحيطون به علما على الله سبحانه وتعالى عن ذاته جل وعلا، ولا يحيطون بشيء من علمه أي عن معلوماته أيضا، أي عن معلوماته أيضا. فهذا يدل على عجز الإنسان بدون ربه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن معنى الإله جاء بمعنى التحير الذي تحار فيه العقول، تحار فيه العقول بمعنى أنها تعجز عن إدراك كنه سبحانه وتعالى أو حتى شيء من معلوماته جل في علاه. أقول وكلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل على نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية، لا إله نفي إلا الله إثبات، فلا تصح الكلمة إلا كاملة ولا تكون شهادة إلا كاملة. فمن قال لا إله إلا الله لا إله وسكت فإنه بذلك يكون نفى جميع الآلهة ولم يثبت لأحد، فإنه بذلك يكفر. وإذا قال الله إله فهذا لا يبعد أن يكون غير الله إله، ولكن إذا جاءت الجملة كاملة لا إله إلا الله ففيها نفي وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. فنحن لا نقول في الشهادة أن الله إله فقط، خلافا لمن يخرج ويتكلم بأنه أن الإيمان مجرد أن تعرف بوجود الرب سبحانه وتعالى أو أنه تعتقد بأن الله عز وجل خالق وأن الله موجود، فهذا ليس الإيمان الذي جاء به الرسل، ولكن الذي لابد أن يعتقد لأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وكل من سوى الله باطل، كل من سوى الله سبحانه وتعالى باطل كما سيأتي الكلام إن شاء الله. يقول فمعناها لا معبود بحق إلا الله، وهذا التوحيد هو أول ما دعت إليه الرسل وأوضح أدلته. هذا أمر واضح في ما من نبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في إرسال السفراء لدعوة الناس في البلدان شرقا وغربا كان حال معاذ معلوم، لأنه وليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم، فدل على أنه إن لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى فإنه لا داعي لأن تتكلم معهم بمثل هذه الكلمات. وأيضا يدل فقه الأولويات في الدعوة، أن يكون عندك أولويات في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي بيّن بأن أول ما يجب على الإنسان أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى إليه هو عبادته جل وعلا. وكما هو معلوم في القرآن في غير آية بأن الأنبياء جميعهم أول ما دعوا إليه هو عبادة الله سبحانه وتعالى. يقول فمعناها لا معبود بحق إلا الله، فهذا التوحيد هو أول ما دعت إليه الرسل وأوضح أدلته، وأعظمها توحيد الربوبية الذي لا يمتري فيه عاقل ولا يجحده إلا مكابر. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا أمر واضح لأنه من ينكر وجود الرب بالكلية هذا يشك في عقله مباشرة، هذا يشك في عقله مباشرة، حيث أنه يعني حتى فرعون على ما كان عليه من الكبرياء والعلو في الأرض والفساد في الأرض كان لا يستطيع أن ينكر وجود الرب سبحانه وتعالى. فالله أثبت أن القلوب قد استيقنت بأنهم يعلمون أن هناك خالق لهذا الكون، وهذا أمر معلوم حتى عند يعني عوام الناس، فلا ينكره الآن إلا الثانوية والشيوعيين في روسيا وفي بعض أمريكا وفي الصين، فوقع فيهم هذا، وهذا يدل على بلادة العقول ويدل على فيه العقول وأن هؤلاء يعني أضل من الحمير، فكما بين الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل،
حيث أنه من لم يعرف ربه، من لم يستدل على ربه سبحانه وتعالى مع الأدلة الواضحة الظاهرة في الكون شرقا وغربا وفي أنفسهم ولا يعرفه، فهذا أضل من الحمار بلا شك، هذا أضل من الحمار. لذلك النصارى عندما تاهوا في التثليث الذي عندهم في إثبات إله واحد أو اثنان أو ثلاثة أو غير ذلك من الأحبار والرهبان، كانوا أضل من الحمير بلا شك. فكل إنسان يضل الذي خلقه فهو أضل من الحمار. والحمار لماذا نركز على الحمار خاصة؟ لأن العرب كانت تضرب به المثل في شدة البلادة، شدة البلادة، فبخلاف الكلب مثلا أو غيره. وإن كان جاء له المثل في القرآن في قصة بلعم بن بعوراء، ولكن الشاهد أن من لا يعرف ربه سبحانه وتعالى فهو أضل من الحمار. لذلك عنوان في كتاب ابن القيم اللي هو هداية الحيرة على أجوبة اليهود والنصارى، فيقول مقالة أشباه الحمير في مريم وابنها، فهذه مثل صادق في كل من لم يعرف ربه سبحانه وتعالى أن يكون أضل من الحمار بلا شك. أما عن شروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة، فهذه الشروط التي بها يقبل من العبد قوله لا إله إلا الله، وقد استدرت بين العلماء في أنها سبع، ولكن هي بلا شك كما سيأتي الكلامية أكثر من ذلك، هي أكثر من ذلك. فجميع أعمال القلوب، جميع أعمال القلوب شرط في الإيمان وشرط في لا إله إلا الله، فلا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا إذا فقد شيئا من أعمال القلوب. وأعمال القلوب جميعها كالحلقة المتكاملة، لو فقد شرط من شروط لا إله إلا الله ضاعت حبطت بقية الشروط. يعني لو أن إنسان فقد التوكل على الله سبحانه وتعالى ووجد في قلبه التوكل على غير الله صرفا، ليس بمجرد أنه تعلق بالأسباب مع توكل القلب على الله، فهذا قد يكون مشركا. ولكن إذا ضاع التوكل من القلب بالكلية مثلا، وعبد الأسباب من دون الله واعتقد أن السبب هو الذي ينفعه وهو الذي يضره، فهذا يحبط المحبة في القلب، حتى وإن كان هو يحب الله من كل قلبه ويحب الرسول، هذا يحبط في قلب الانقياد حتى وإن كان منقادا للمستحبات في الشرع، طالما أنه إذا زال عملا واحدا من أعمال القلوب حبطت بقية الأعمال، فهي كالحلقة المتصلة، يعني لا ينفع شيء بدون بقية هذه الحلقة. أقول ذكر على القبول شروطا سبعا لهذه الكلمة حتى تنفع صاحبها في الآخرة، وهي مستنبطة من الكتاب والسنة. أقول الأول العلم، بمعناها نفيا وإثباتا، نفيا للألوهية واستحقاق العبادة عن غير الله وهو الكفر بالطاغوت، وإثباتا للألوهية وحده لله وحده سبحانه وتعالى. هنا العلم شرط من شروط لا إله إلا الله، ولكن هل المقصود العلم التفصيلي أم العلم الإجمالي لهذه الكلمة؟ مقصود بذلك العلم الإجمالي، وإلا فالعلم التفصيلي هذه منازل أخرى، وهذا من كمال الإيمان وليس من شرط الإيمان، ولكن المقصود هنا العلم الإجمالي، أن يعلم في الجملة بأنه لا يستحق أن يعبد أحد غير الله سبحانه وتعالى. أما إن قلنا بأن المقصود به العلم التفصيلي فهذا قل أن تجد مؤمنا على هذه الكيفية، لأنه كما يقول بعض جماعات الضلال يأتون ويسألون الإنسان مثلا عندما يتوقفون في إثبات إيمانه أو كفره، فيسألونه مسألة فإذا لم يجب قالوا له أنت كافر، فيقول لهم كيف ذلك وكيف استدللتم على كفر، يقولون بأن العلم شرط من شروط لا إله إلا الله وأنت لا تعلم. فهذا علم تفصيلي الله سبحانه وتعالى جعله درجات، والذين أوتوا العلم درجات كما بيّن الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود هنا العلم الإجمالي، لأنه يعلم في الجملة أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لو كان عنده شك من البداية بأن الله يستحق أن يعبد وغيره يستحق أن يعبد، فهذا الذي انتفى عنده العلم الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله. يبقى العلم هنا المقصود به العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بلا إله إلا الله، وهو النفي والإثبات، نفيا للألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى واستحقاق العبادة عن غير الله وهو الكفر بالطاغوت. فقد مر لعله عليكم في مسائل الكفر بالطاغوت، وكما قال عز وجل وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت سواء كان بالعبادة إقرار بعبوديته أو عدم معاداته، أو اجتنبوا محبته، أو تبعدوا مثلا عن أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، أو بغضه أو الإعلان له ببغضه، هذا كله لابد أن يكون
لابد أن يكون، وهذا من ضمن المسائل التي من شروط لا إله إلا الله، أن يكفر العبد بالطاغوت، يعلم أن لا إله إلا الله ويكفر بالطاغوت، يعلم أن لا يستحق أحد العبادة إلا الله، وفي نفس الوقت من مقتضيات هذا العلم أن يكفر بكل من يعبد من دون الله. فلا يصح لإنسان أن يكون في نفسه يقول بأني أعلم بأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده، ولكن غيره قد يعبد، فهذا كلام باطل. لذلك من خرج من هؤلاء الضلال من يقولون بأنه دع النصارى يعبدون ما شاء ودع اليهود يعبدون ما شاء ونحن نعبد ما شئنا، فهذا كفر بمثل هذه الكلمات، حتى وإن لم يعبد المسيح، حتى وإن لم يعبد عزير، لأنه يسوق عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فمجرد أنه يرضى بأن يعبد غير الله سبحانه وتعالى فهذا كفر، هذا لم يكفر بالطاغوت، هذا لم يكفر بالطاغوت. فقول واستحقاق العبادة عن غير الله وهو الكفر بالطاغوت، هذا النفي وإثبات الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى، وهو الإيمان بالله جل وعلا. فهذا الذي عنده العلم الإجمالي بحق الله سبحانه وتعالى وعبادة الله عز وجل وحده، هذا عنده أصل الإيمان، هذا عنده أصل الإيمان. يزيد الإيمان في القلب ليصل إلى الإيمان الواجب والإيمان المستحب بعد ذلك بزيادة العلم، بزيادة العلم في قلب العبد بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته بشرع الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا، فإنه على كل ما يزداد علما كلما ارتفع الإيمان في قلبه كما هو معلوم. يقول قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك قال واستغفر لذنبك، أي العمل المترتب على أنه آمن بالله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير مولا كل دي. يقول وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فسرها غير واحد من السلف أنها لا إله إلا الله. وأنا كما ذكرنا يا إخوة، الأمر الأول أو الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله العلم، المقصود به العلم الإجمالي ليس العلم التفصيلي. العلم التفصيلي هذا يتكلم فيه بعد ذلك في كمال الإيمان، في كمال الإيمان، وإلا فهناك من كان يعلم وهناك من لا يعلم، وهناك من الجهلة الذين كانوا موجودين حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من كانوا يسألونه، فكل إنسان يسأل فهو جاهل بهذه المسألة، وإلا فالله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان كلما تعلم مسألة دل هذا على أنه كان جاهلا بهذه المسألة قبل أن يعلمها، فهذا لا يقدح في إيمانه، ولكن هو ليس لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا بلا شك، بأن العبد إذا زاد العلم عنده أنه يرتفع الإيمان في قلبه، يرتفع الإيمان في قلبه، وإذا ضعف العلم فإنه يضعف، ولكن لا يزول بالكلية إلا إذا لم يكفر بالطاغوت، وإلا إذا شك في أن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، فإنه بذلك يزول أصل الإيمان من القلب عياذا بالله. الثاني يقول اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دمه. هذا في حديث طويل. فالشاهد أن الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله هو اليقين المنافي للشك. واليقين هذا درجات، واليقين هذا درجات، أصل اليقين واليقين الواجب واليقين المستحب وعين اليقين. فأصل اليقين يكون في قلب العبد بوجود لا إله إلا الله عنده، لأنه يوجد في قلبه أصل اليقين. ولكن هذا الفرق بينه وبين اليقين الواجب بأنه إذا شكك شك يكون على شفا جرف هار، هو يعلم بأن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر الأمر وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده، وأن محمدا عبد ورسول صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق وأن النار حق
وغير ذلك من أصول الإيمان، ومن بالملائكة والكتب، ولكن هو في ضعف عن هذا. إذا شككه أحد شك، فهذا عنده أصل الإيمان، أصل الإيمان فقط. أما الإيمان الواجب فهذا تأتيه الشكوك فيدفعها، وصل إلى درجة الإيمان الواجب فهذا تأتيه شكوك فيدفعها. الذي قبله الذي عنده أصل الإيمان كان إذا أتاه الشك وقع، كما ضرب الشيخ ياسر مثل بذلك بالجدار، إن الجدار لسه مبني دلوقتي، لسه مبني، فلذلك أي واحد يدفعه هيقع. الجدار شد شوية، فأول ما يجي أي حد يزقه ممكن يتحمل معاه، يعني يبدأ فيما يقعش بسهولة. هذا الذي عنده اليقين الواجب إذا شككه أحد لم يشك، دفع. فلذلك عندما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنجد في أنفسنا ما لو خررنا من السماء لكان خيرا لنا من أن نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثني عليهم بأعلى درجات الثناء في هذه المسألة، ولكن كما بينه في الرواية الأخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني وصل معكم إلى شيء إلا أن يوسوس، ولكن أعلى من ذلك من لا يوسوس. أعلى من ذلك أبا بكر رضي الله عنه، درجة الصديقية، لا يوسوس ولا يأتيه الشيطان أصلا، ولا يأتيه الشيطان أصلا. فاليقين الواجب الذي يكون في قلب العبد هذا يكون مع مدافعة الوساوس، تأتيه الوساوس ويدفعها. أما إذا وصل لليقين المستحب فهذا لا يوسوس أصلا، هذا لا يوسوس أصلا. أما عين اليقين فهذا مثل إبراهيم عليه السلام، وصل إلى درجة عالية جدا من اليقين بالله سبحانه وتعالى، أن يرى أمام عينه قدرة الله جل وعلا، ويقول: أعلم أن الله عزيز حكيم، فهو يوقن بذلك. هذه درجة عالية. فاليقين المنافي للشك، فإذا وجد الشك في قلب العبد كفر، ولكن لا بد أن يتحقق من هذا، فلا يأتي مثلا وسواس ويظن بأنه قد شك، ولكن مجرد الوسواس وهو يدفع لا يسترسل معه. معنى الاسترسال إيه؟ اللي هو لم يتكلم ولم يفعل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل في غير حديث بأن الله عز وجل لا غير مؤاخذكم بما تحدثكم به أنفسكم ما لم تتكلموا أو تعملوا. فإنسان إذا تحدث وأصبح يشك في الله سبحانه وتعالى، أو يشكك في الله جل وعلا، أو مثلا يعمل بمقتضى هذا الشك الذي وجد عنده من ترك الصلوات أو ترك السجود لله سبحانه وتعالى، أو ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه إذا كلم قال: أشك أنه رسول الله، عياذا بالله، فهذا كفر، زال من عنده أصل الإيمان. بخلاف من مجرد تأتيه مجرد وسوسة، دي مجرد وسوسة ولم يسترسل معها بأن لا يتكلم ولا يعمل، فإنها لا تضره، فإنها لا تضره بإذن الله سبحانه وتعالى. يكون هذا قد وصل إلى الإيمان الواجب، الإيمان الواجب. أصل الإيمان، أصل اليقين، أو أصل كل عبادة من عبادات القلوب، هذا تمنع من الخلود في النار، تمنع من الخلود في النار. أما الواجب والمستحب فهذه درجات، هذه درجات يرتفع بها العبد بإيمانه بالله سبحانه وتعالى، كلما زاد الإيمان في قلبه. كما هو معلوم أن هذه الأعمال التي نتكلم عنها من الانقياد والقبول والعلم والخوف والمحبة والتوكل، كل هذه الأعمال تزيد في القلب وتنقص، تزيد في القلب وتنقص زي الترمومتر كده. إذا كلما ازدادت حرارة الإيمان في قلب العبد كلما ارتفع الإيمان في القلب. فإذا ضعف الإيمان نزل الإيمان في قلب العبد، ولكن يبقى عند أصل في قلب العبد زي الأصل اللي بيبقى في الترمومتر من تحت ده، ما بينزلش عنه. فهذا الأصل في حتة أو جزء من الإيمان، فيه جزء من التوكل، جزء من الخوف، جزء من المحبة، جزء من التفكر، جزء من الاستعانة، جزء من الخوف، جزء من المحبة. الجزء ده مقسم، ولكن بقى هتلاقي محبته ضعيفة، يقدم محبة غير الله مثلا، تلاقي إخلاصه ضعيف ممكن يرائي، تلاقي مثلا العلم بسيط ممكن يقع في ذنوب ويقع في أشياء بسبب ضعف علمه. كل ده أول ما يزيد الإيمان بالأعمال الصالحة يرتفع الإخلاص في القلب، ويرتفع ترتفع المحبة في القلب، يرتفع التوكل على الله سبحانه وتعالى كلما ازداد الإيمان في قلب العبد.
فهنا اليقين المنافي للشك كما ذكرنا. اليقين أصل اليقين هو عنده جزء بسيط من اليقين هو لا يشك، ولكن إذا شك كشك. الآخر الذي وصل إلى درجة أعلى من أصل اليقين إلى اليقين الواجب، ولكن إذا جاءته الشكوك دفعها، إذا جاءته الشكوك دفعها. رجل آخر وصل إلى اليقين المستحب، لا تأتيه شكوك، لا تأتيه شكوك، الشيطان يخاف أن يأتي إليه، الشيطان يخاف أن يأتي إليه وأن يوسوس له في هذا. فلذلك نحن يعني من أفضل الأدوية التي يداوى بها من يعانون من الوسواس القهري وغيره طاعة الله سبحانه وتعالى، زيادة من الأعمال الصالحة، فإن الزيادة من الأعمال الصالحة تطرد الشيطان، تطرد الشيطان وتجعله ييأس منك ويفر منك سريعا. أما إذا كان الإنسان هو مجرد أنه يدور على المشايخ فقط وهو في نفسه لا يعمل، لا يحافظ على الطاعات، لا يعمل بالواجبات، لا يقوم ولا يقترب من المستحبات، هذا كله أدعى لأن يسيطر عليه الشيطان. فإذا قوي الإيمان في قلب العبد، قويت هذه الأعمال، فإن الشيطان يفر، فإن الشيطان يفر. كذلك وصل إلى عين اليقين، هذه مرتبة عالية وصل إليها إبراهيم عليه السلام عندما رأى بعين قدرة الله سبحانه وتعالى. وإبراهيم ما كان يشك، ما كان يشك في ذلك، ولكن هو أراد أن يصل إلى عين اليقين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك إبراهيم، يعني ينبذ إبراهيم عليه السلام عن الشك. أن كان إبراهيم لا يشك فنحن لا نشك، فنحن لا نشك. فهذه مسألة الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، وهو اليقين المنافي للشك. ذكر الشيخ قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فهنا لم يشكوا، آمنوا إيمانا خالصا ولم يقع في قلوبهم لحظة واحدة شك في الله وفي رسوله. وقول عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية عندما قال: ما شككت إلا اليوم، فقول عمر في ذلك شك في اجتهاد النبي أن يكون النبي قد أخطأ. فالضلال من الشيعة وغيرهم الرافضة من يستدلون بذلك على تكفير عمر، فهذا ضلال مبين. ألا يقول عمر نفسه يقول: ما شككت إلا يومئذ. والشك منافي لليقين، إذا وجد الشك ضاع اليقين من القلب، إذن ضاعت لا إله إلا الله، إذن كفر. فهنا عمر كان يجتهد النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح يجتهد وقد يخطئ في اجتهاده، ولكن لا يقر على ذلك، لا يقر، يأتيه الوحي مباشرة كما حدث في تقسيم الغنائم واخذ الفداء يوم بدر، كان من حاله كما هو معلوم. فشاهد أن قول عمر ما شككت إلا يومئذ شك في اجتهاد النبي أن يكون النبي قد أخطأ في اجتهاده أن يكون، ومع ذلك قال: عملت أعمالا كثيرة من أجل أن يكفر عبد ذلك من الذنوب، لمقام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الشرط الثالث وهو القبول المنافي للاستكبار. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هنا قبول الشرع جملة واحدة، أن يكون الإنسان عنده أصل في إيمانه بأن كل ما صح من شرع الله فهو يقبله، فهو يقبله مباشرة، القبول الإجمالي، أن يكون عنده قاعدة راسخة في أنه يقبل كل ما جاء عن شرع الله، فلا يقول لا أقبله، فإن قال لا أقبله ورده كفر، أو يقول بل أفكر بعقلي، إن قبله العقل قبلته وإن رده العقل رددته، فهذا أيضا ضال. أو يقدم العقل على الشرع بالكلية، أو يقدم العقل على الشرع بالكلية كأهل البدع في مسائل الأسماء والصفات وغيرهم، فهذا كله ضلال مبين، هذا كله ضلال مبين. ولكن الأصل في المسألة أن يكون عنده قبول الشرع جملة واحدة، أن يقول هذا إن كان قال فقد صدق، سواء كان الكلام عن الله أو كان الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قد يظن بأن هذه ليست آية من القرآن، يظن بأن هذه ليست آية، لا تكفره ولا يصح لأحد أن يكفرها. رجل مثلا كان بعيدا، كان في أماكن حديث عهد بإسلام مثلا،
فلا يعلم أن هذه الآية التي تدعوه أنت إلى الاستجابة لها هي من كتاب الله. فقال لك اثبت لي كانت من كتاب الله، أخذتها إن لم تكن من كتاب الله رددتها. هذا لا يكفر ولا يقول أنه عنده كبر عن قبول شرع الله، ولكن عنده الأصل الإجمالي في المسألة اللي هو يقبل كل ما جاء عن الشرع، لكن هو يشك هل هو من الشرع أم لا. هل هو من الشرع أم لا من البدع. ولكن إن ثبت أنه الشرع فيجوز له أن يرده، وهنا القبول المنافي الاستكبار، إنه مش مجرد اللي هو ترك كما سيأتي في الانقياد المنافي للإيمان، ولكن هو استكبر، قال أنا أحط دماغي في الأرض أسجد، أنا أطوف حول أوضة الطوب. وفي من بعض المستشرقين يتكلم بمثل هذه الكلمات، هذا رد للشرع، عدم قبول للشرع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بسبب كبرهم. وهذا هو غالب ما وقع في كفار قريش، قالوا لو جاءنا هذا الدين عن غير يتيم بني عبد المطلب لقبلناه. فشوف سبحان الله، فهذا كله بسبب الكبر الذي كان في قلوبهم، قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني على قال الوليد بن المغيرة، غير عبد الله عمرو بن هشام، غير من هؤلاء لكنا سمعنا. أما يتيم عبد المطلب فلا، مع أنهم كانوا يسمونه كما هو معلوم الصادق الأمين، ولكن هذا بسبب الاستكبار الذي أدى بهم إلى عدم قبول الشرع، بالكلية. وهذا لعله سيأتي مع الشيخ في مسائل الإيمان والكفر، في سائل الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، نوم إذا رد الشرع جملة واحدة، وقال نحن لا نرضى به قانونا عاما للبلاد إلا في الأحوال الشخصية، فهذا من الأسباب التي تكفره كفرا أكبر يخرج عن الملة. ولكن إذا كان مضلل، وإن كان الموضوع بعيد، إن كان مضلل يقول لك هو متهمينه اللي هو ده الشر، فده جاهل، لكن يأثم على طلب العلم. فالشاهد أن مسألة القبول غير مسألة الإنقياد، القبول لابد أن يكون عندك قبول بكل الشرع، سواء جاء من عدو أو جاء من صاحب حميم أو غير ذلك. فالحق يؤخذ من كله ويرد، وكما سمعنا لعلنا قبل ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل كلام الشيطان عندما قال لأبي هريرة، عندما أراد أن يأخذه كان واقفا على بيت الزكاة أو على مال المسلمين، وبعد قصة طويلة أراد أن يأخذه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا أدلك على شيء وتتركني؟ قال إذا أتيت إلى مضجعك وقرأت آية الكرسي لا يزال عليك حافظا من الله حتى تصبح. فالنبي قابل هذه الجملة وقال صدقك، وإن كان هو كذوب، وإن كان هو دائما يكذب، ولكن صدقك. فالقول للحق يقبل حتى وإن كان من كافر، مسألة بقى اللي هو ممكن يكون إنسان مش قابل الحق منك أنت، يعني هو مش عاوز هو قابل الشرع، لكن أنا مش عاوز أتعلم على إيد فلان ده، مش عاوز أسمع، وإن كان فيها من المساوئ ما فيها، ولكن نحن نضرب مثلا بذلك بأنه لا يريد أن يقبل من أحد، لأن بعض الإخوة بيتسرعوا في مثل هذه المسائل يقول لك يا شيخ ده رد الشرع، يعني رد الشرع أنت اللي سبك وحش معاه ومش عاوز يقبل منك أنت. نفس المسألة لو جه الشيخ فلان قالها له هيقول حاضر. فدي المسألة دي لا تدل على أن ما تبقاش متسرع في الأحكام، يقول لك القبول المنافي للاستكبار، مو فلان استكبر على الشر، لا لم يستكبر على الشر، وهذا لابد من تقديم حسن الظن بإخوانك، هو لم يستكبر ولكن ممكن ما يقبلش منك. ده يبقى ظاهر واضح، مثلا بعض الإخوة تقول له يا فلان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وكذا، فهو يظن اللي انت مثلا ما حققتش الحديث، يظن الحديث ضعيف، يظن كذا. ما تبقاش تكتبني بقى حب على المسألة بأنه انتفى من قلبه القبول، دي مسألة بيقع فيها الكتير، ونسأل الله العفو والعافية من اللي هم بيتعلموا علم سطح. مسألة المفترض انت تتعلم المسألة، تغوص في المسألة، تفهم المسألة كويس قبل ما تتكلم. أما اللي انت بعلم سطحي فتكلم بيها زي ما انت اتعلمت، بس توسعت في المسألة أو حد طلب منك تتوسع ولا أنا أعرف الجزئية دي ما أعرفش الجزئية دي. فلذلك مثل هذه المسائل مهمة جدا اللي احنا نعرفها ونفهمها. القبول المنافي للاستكبار استكبر عياذا بالله من قبول شرع الله جملة واحدة، زي اللي طلع يعني من كم يوم كده على النت، ولا بيقول لو محمد موجود وقال له اكفر بالنصارى مش اكفر. يعني من يقول مثل هذه الكلمات يكفر،
يعني هو بيسوق لنفسه الاول. الرسول قال لي وجه وقال لي انا مش هسمع كلامه، هذا استكبار عن القبول من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الاهواء اللي عنده، بسبب اللي هو عنده شيء راسخ. نسال الله العفو والعافيه من الباطل. سائل طويلا لما هو مره خلاص سامحوني ان شاء الله. فانا احب اتشعب في المواضيع الله المستعان. انا عارف اني جلسه علميه بحته. ايضا الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي للاباء والرد. في بعض الكتب حتى تلاقي كاتبين الانقياد المنافي للترك. اظن الكلام ده موجود في الثمرات الزكيه، ولكن يعني الترك يعني ليس دقيق في المساله دي، ولكن كما ذكر الشيخ المنافي للاباء، الاباء والرد، لانه مش مجرد الترك، ان ابليس ابى واستكبر مش مجرد ترك. لو مجرد ترك كان هيبقى مستوي هو وادم، فان ادم ترك الامر النهي الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وقع فيه، فكذلك ابليس ترك الامر بالسجود. فان كان مجرد الترك لاستوى الامران، ولكن الاباء، لماذا كفر ابليس ولم يكفر ادم؟ هنا بسبب ان ابليس وجد في قلبه الاباء، الاباء والرد لشرع الله سبحانه وتعالى. فدي مساله سياتي التوضيح. يقول قال تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شروط لا اله الا الله التي نتكلم فيها كذلك شروط ان محمد رسول الله، نفس الكلام، نفس الكلام في شروط ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: الى ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. والمقصود بالانقياد الذي هو شرط في اصل الايمان انقياد القلب، اللي هو الانقياد الباطني، ليس الانقياد الظاهر، الانقياد الباطني مع اثبات الخلاف في المباني الاربعه، في الصلاه والزكاه والحج والصوم. ولكن نحن نقول ان الاصل ان المطالب به العبد الانقياد الباطني، هو الذي يكون اصل في لا اله الا الله، الانقياد الباطني وانقياد القلب، وهو شيء زائد على مجرد المعرفه والتصديق، شيء زائد على مجرد المعرفه والتصديق. يعني الايمان ليس مجرد تصديق، ولكن هو جزء من الايمان، ان يصدق هو جزء من الايمان، وليس الايمان كله تصديق، وليس الايمان كله معرفه كما تقول المعتزله. ولكن الامر بان هذا تعريف للايمان، ولكن تعريف ناقص، بان نقول ان الايمان هو المعرفه والتصديق هذا ناقص، ولكن لابد من قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. قول وعمل هو الايمان الذي عند اهل السنه والجماعه. تقول: فهو رؤيه العبد ان عليه ان يطيع الله عز وجل، هو دي اثر من اثار معرفته انه عبد لله وان الله هو الهه. فالاصل الاله يامر وينهى وان العبد يسمع ويطيع، هو ده المطالب منه. ممكن بعد كده يعصي، ممكن يعصي طالما انه وقع في معاصي دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنها لا تقدح في أصل الإيمان. قد تنقص الإيمان، تنقص الإيمان الواجب، ولكن لا يزول الإيمان بالكلية من القلب إلا بالشرك بالله، إلا ترك توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، في العبادة. يقول: فهو رؤية العبد أن عليه أن يطيع الله عز وجل، وإذا قصر في الطاعة أو عصى فهو ظالم لنفسه. وأما الانقياد بالجوارح وترك المعاصي فهو شرط في كمال الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان كما ذكرنا. وتأمل قصة آدم وإبليس، ودي المسألة دي قبل ما نمر عليها، مسألة إن أصبح معلوم من الدين بالضرورة إن الإنسان لما بيقول أنا بعبد بيعبد الله سبحانه وتعالى. فلو أن إنسان صرح بأنه يعبد غير الله لكفر، ولا يحتاج إلى إقامة حجة، لأن هذا أصبح لفظ معلوم من الدين بالضروره انه لا يكون الا لله. فمساله لو جالك واحد مثلا وقال لك انا يا عم الشيخ بعبد البدوي، هذا كافر.
هذا كافر ولا يحتاج إلى إقامة حجة، لأنه هو استخدم لفظ بعبد، هو يعرف معنى العبادة. ولكن واحد تاني هو بيفعل أفعال العبادة، بيفعل وبيذبح ويستغيث وينذر ويستعين بغير الله، ومع ذلك أول ما تيجي تقول له أنت بتعبد البدوي ولا المرسي يقول لك أعوذ بالله، أنت دايما كده عاوزين تكفرونا، مع أنه هو بيعمل كفريات. ولكن هذا يحتاج إلى إقامة الحجة، يحتاج أن يبين له ويعلم أن أنت اللي بتفعله ده عبادة، بخلاف التاني اللي يقول لك أنا بعبده يا عم الشيخ، أنا بعبده. يعني برضو مسألة رفض يعني السجود بكده، كنا في قطار مسافر الصعيد وقعدوا حبة تقية كده وبتاع، بعد ما خلصوا القطر وكان القطر فاضي فقعدوا يسألوا مش عارف ايه، قعد بقرأ فهم قعدوا يسألوا مش عارف ويتكلموا في الدين وبتاع. فالمهم جت طنطة، فكنت اتكلم في التوحيد، فجي الكلام على البدوي وغيره، فواحد قال لي طب ايه رأيك بقى، انا ما ارتاحش غير لما اسجد على عتبة البدوي. قلت الله المستعان تسجد؟ قال لي اه. قلت له لا تقعد في العربية دي، لا اقعد، لا تمشي، لا امشي انا. فدي الشاهد ان في ناس بتصرح بمثل هذه الكلمات، نسأل الله العفو والعافية، لكن في الغالب ان ما بيصرحوش. في ناس بتصرح لكن في الغالب ما بيصرحوش، في الغالب اللي هم ضايعين، الغالب بيعمل اعمال كفرية ولكن هو بعينه لا يعلم ان هذه عبادات بسبب جهله، يعذر بجهله في هذه المسألة. فاحنا اردنا ان نبين ان مسألة الطاعة والمعصية، احنا قلنا لابد ان يعلم ان عليه ان يطيع الله، هذا هو اصل الانقياد. الان اعلم ان ربنا عز وجل له ان يأمر وينهى، له ان يأمر وينهى، لانه اذا امرني سبحانه وتعالى علي ان استجيب، ان قصرت فأنا مقصر وأعترف بتقصيري وأستغفر الله من ذلك، إن لم أقصر في ذلك فأنا بعبد الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يضل عن هذا ويزوغ ويقول أنه أنا مش عبد، أنا لا كتاب يحكمني ولا سنة تحكمني، أنا اللي قباله دماغي، أنا فيها دماغ ولا فيها عقل. تقول له يا ابني السلف ما كان لهذا حلهم، وشوف اعلم منك وافقه منك، يقول لك لا هم رجاله واحنا رجال، هو يعني هم اليوم يقولوا واحنا لينا ايه؟ فدي كلمات ضلال مبين، نسال الله العفو والعافيه. فشاهد بانه اذا وصل بعد ذلك ووقع في المعاصي مع اعترافه بالخطا، فان بذلك يؤثر في الايمان الواجب ولا يزول اصل الايمان من قلبه بالكليه. يقول وتامل قصه ادم وابليس لتعرف الفرق. فادم عليه السلام عصى ربه واكل من الشجره وله لم يفقد من قلبه الانقياد، فقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وابليس عصى ورد الامر على الله، قال لم اكن لاسجد. سبحان الله، يعني يقول الشيخ مع كونه كان مصدقا بالامر، يعني كان مصدقا بالامر وكان موقنا كمان، وانه يعلم ان الله عز وجل هو الذي يكلمه، وان الله هو الذي خلق، وأنه كان يؤمن باليوم الآخر، انزلني إلى يوم يبعثون، وكان يؤمن، ولكن هو كان يعني. وعليكم السلام وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.